السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل المغربية على زيارة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون الى ولاية تندوف. تابعوا معنا هذا الفيديو. شوفوا اخوتي الجزائريين، انا جيت غير نبارك لكم. ايوا كنتوا خابين علينا هادشي وحنا ما عرفناش حتى تقولوا لنا البوليزاريو تيندو، ومن الاول قولوا لنا راه هي ولايه جزائريه وصافي صافي. دابا عرفنا ايوا عرجع على بعدا نتوما قرب دابا كاع قربتوا زايد، ما بقاوش تقولوا بوليزاريو، ما تبقاوش في الميريكان ثاني تقولوا بوليزاريو، قول لها راه ولايه جزائريه صافي. راه فهمنا فهمنا تبارك الله على الرئيس منور على صاب عريس لاعب. ويلي ويلي شويه عليك شويه عندك طيب، ياك وكنت دير البال، كنت عارف انت مهربان. اه كيف نسكر جزائريين، صافي جزائريين، صافي جزائريين، خلينا نطلعوا.